دي حاجة كنت بعملها وأنا صغير كتير جدا. يعني أنا بصراحة كنت بتحدى نفسي مثلا الحاجة دي هعملها لوقت أطول، بس أنا حاليا بقيت بود بصراحة فيها، يعني مبقتش بعرف أعملها خالص. وهنا بقى كان كل الناس بيعملوها، إن أنا بتحدى نفسي إن أنا افضل على كده كأن الارض ما ينفعش امشي عليها، وامشي على الارض عادي. طبعا دي كنت بعملها كتير زمان، كنت بوقع بقى الكنب واحط الكنبه دي هنا واجيب السرير ده هنا وبتاع، وكنت ببوظ الدنيا عشان اعمل كده بصراحه. وهنا بقى دي معشوقة الاطفال، يعني انا حاليا بعملها بصراحه، وبمسك الموبايل كده وبعملها كده، مش عارف ليه بصراحه، عشان انا اهبل شويه. انا اهبل مين كده؟ فأنا بعملها بقى، ولسه في أجزاء كتير جاية، يعني انتظروا، في حاجات كتير أنا بعملها، بس خليك بس اهدى شوية. دي بصراحة بطلتها، يعني ديت إنك تعمل نفسك تشرب أي حاجة أنت متعرفش هي، وتعمل نفسك سكران وعبيط وهطل وتاكل الزرع وتكتشف إن هو طعمه معفن وتمسك حاجة كده تعمل بيها. طيب يا جماعة، كده نكون خلصنا الجزء الأول. دول 4 حاجات، لسه في حاجات كتير جدا. أنا مجهز فيديوهات كتير، بس أنا عملت الفيديو ده على السريع بس عشان أنا لسه صاحي أصلا، صحيت الساعة 8، عملت الفيديو وخلصت نزلته. فبس كده يكون عجبكم، وصلوا 30 لايك عشان أنزل الجزء اللي بعده. بس كده، سلام.